هنالك استثناء واحد في حياة الأنبياء. الأنبياء كلهم قالوا لا نريد منكم أجرا، ولكن هنالك نبي واحد بين جميع الأنبياء طلب الأجر، وهذا النبي هو خاتم الأنبياء محمد. ولكن في الواقع هذا الاستثناء ليس استثناء حقيقيا، يعني ظاهره استثناء، ظاهره طلب الأجر، ولكن في الواقع ليس طلبا للأجر. الله تعالى يقول في الآية الثانية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن هذا أجر، النبي صلى الله عليه وآله طلب الأجر، وهذا الأجر المودة في القربى، ولكن هذا أجر حقيقي للنبي صلى الله عليه وآله. الآية الثالثة تقول: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا لصالحكم، هذا لصالح المجتمع، هذا مو لي، هذا مو نفعه عائد إلي، وإنما عائد لكم. مثل طبيب، الآن نمثل بمثال لتوضيح هاتين الآيتين. تذهبون إلى طبيب، الطبيب يكتب لكم وصفة، ثم يقول لكم: أنا ما أريد منكم أي أجر إطلاقا إلا أن تعملوا بهذه الوصفة. هذا العمل بهذه الوصفة لصالح الطبيب؟ لا، الطبيب لا ينتفع من ذلك، وإنما المريض هو الذي ينتفع من ذلك. المودة في القربى، ما سألتكم من أجر فهو لكم. إذا الناس كانوا يلتفون حول أهل البيت، يحبون أهل البيت، هذا نفعه كان عائدا لهم، كما أن الناس إذا أحبوا الأطباء التفوا حول الأطباء، عملوا بتعاليم الأطباء، النفع يعود لمن؟ للمرضى، للمجتمع. فما سألتكم من أجر فهو لكم. الطبيب يضع القواعد الصحيحة للحياة المادية، لكن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم يضعون القواعد الصحيحة للحياة السعيدة في كل الأبعاد. إحنا في الواقع إذا أكو نوع من أنواع الشقاء، نوع من أنواع التأخر في حياتنا، هذا نابع من الابتعاد عن منهج أهل البيت.